بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات الصباحية المميزة مع انطلاقة وتحديات أشواط الأصالة والتراث ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل مع التحدي والمنافسة باندفاعة وانطلاقة الشوط السابع، وهو الشوط الأول للإنتاج والمشتريات ضمن أشواطنا العامة لهذا الصباح. ينطلق من مسافة 8 كيلومترات شوط الحيل مع السيارة التي رصدت لصاحبة المركز الأول التي تنتظر عند خط النهاية إحدى هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة وبهذا التألق والإبداع ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير. نتابع المنافسة، نتابع التحدي في مسار هذا الشوط. البداية والمقدمة أول المراكز تتواجد توزيع لهجن التحدي المنطلقة مع البداية والمسيطرة على زمام الأمور، بينما المركز الثاني القادمة هنا الوسمية علي بن حمد بن علي بن حمد العطية يتواجد مشاركا في هذه المنافسة مع المركز الثاني. المركز الثالث الاسم القادم تتواجد السعدية علي بن حمد بن خليفة العطية بشعار الجريان يتقدم في هذا الانطلاق والتحدي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل شعار العنود مع العنود القادمة والمشاركة في هذه المنافسة. علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري يشارك منطلق بمعطيات العنود التي تنطلق في المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس وتابع هناك الانطلاق والتحدي مع الفريسة لعبد المحسن بن محمد بن حزام آل نديله المري يقدم لنا الفريسة مع المركز الخامس المندفعة في هذا التحدي وفي مسار هذا الشوط. هذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعينا الأفاضل الخمس المراكز الأولى التي تسيطر على زمام الأمور بانطلاقة وبتحديات أول نداء للخمس المراكز المسموح بها بالنداء والإذاعة. نتابع التحدي ونتابع هذه الشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة مع هذا التحدي والإبداع مع عاشر أيام هذا المهرجان الكبير المتواصلة في هذه المنافسة مع أشواط الأصايل ومع هذا التراث الجميل ومع هذه الرياضة المميزة الذي نتابع بها ونستمتع في هذه المنافسة والتحديات الجميلة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. ها هي قناة الريان تنقل لنا هذا الحدث بأجمل صورة واللقطات الجميلة من مخرجنا المميز أحمد الساد الذي يقدم لنا هذه اللقطات الجوية المميزة لكي نستمتع بمشاهدة تراث الآباء والأجداد وهذه المنافسة المميزة التي نتابعها في هذا الانطلاق والتحدي والإبداع. هناك التحدي والبداية، هناك الانطلاق مع تواجد انطلاقة الوسمية التي تنطلق في القيادة والريادة وبدت تغير مجريات الأمور لصالح علي بن حمد بن علي بن حمد العطية الذي ينطلق ويتواجد في المرتبة الأولى، بينما المركز الثاني هجن التحدي هذا الشعار المتميز المنافس القادم والحاضر دائما في هذا العالم الساحر يتقدم بتواجد توزيع بشعار هجن التحدي المتواجد في هذا التحدي وبهذا المسار المميز، بينما المركز الثالث شعار الجريان قادم بتواجد السعدية المنطلقة في مسار هذا الشوط بقيادة علي بن حمد بن خليفة العطية يتواجد في هذه المنافسة منطلق في هذا التحدي، بينما المركز الرابع بالأسود هنا قادم بتواجد العنود الاسم المميز الذي دائما يشارك به بالأسود في هذه المنافسات المميزة. تتقدم العنود بتقدم علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري، ولكن هناك الزعفرانة بدأت تتسلل بدأت تنطلق مع الداب الذي يتابع ويراقب هذه الأحداث بتواجد الزعفرانة المنطلقة في مسار هذا الشوط بتواجد صالح بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري يقدم لنا عطاءات الزعفرانة المتواجدة في هذه المشاركة المميزة، بينما
المركز الخامس هنا تتواجد العنود في هذه المنافسة، تتقدم مشاركة في هذا التحدي علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود مشاركا في هذه المنافسة. هذه النتيجة مشاهدي الكرام مستمعين الأفاضل، الخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتسيطر على زمام الأمور. بثاني نداء تنفذ على مسامعكم بالوفاء والتمام، نتابع التحدي يا أحمد يا بن صالح، تابع هذه المنافسة وتابع هذا التحدي الجميل مع هذه المشاركة المميزة مع هذه الأسماء الكبيرة التي نتابعها ونتابع شعاراتها المميزة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر، عالم السباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع المنافسة، نتابع التحدي، نتابع هذا الانطلاق المميز. أين الموقع يا أبو حمد؟ 4 كيلومترات راحت و4 كيلومترات متبقية لنهاية هذا الشوط، انتصفت المسافة. يا مضمرين ويا ملاك الحاضرين المتواجدين في هذه المنافسة قادمين من أجل التحدي، نتابع الشعارات، نتابع الأسماء الكبيرة، نتابع تحديات هجن التحدي بأجمل لقطات تقدمها لنا قناة الريان الفضائية التي تنقل لنا هذا الحدث الهام والمميز. نتابع البداية، توزيع هنا تستعيد المقدمة من انطلاقة وتحديات هذا الشوط بشعار هجن التحدي. تابع يا أبو صالح هذا الانطلاق، تابع هذا التحدي مع هذه الأسماء الكبيرة. بينما المركز الثاني الوسمية قادمة، علي بن حمد بن علي العطية، نتابع هذا الانطلاق مع المركز الثاني. زعفرانة على المركز الثالث، يتقدم الداب مشاركا متواجدا، صالح بن محمد بن علي بن محمد بن جرحة بالمري في هذه المنافسة، وفي عمق التحدي يتواجد في المرتبة الثالثة، يترقب الموقف مع اللحظات الأخيرة لكي ينقضوا على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الرابع شعار الجريان قادم مع سعدية، علي بن حمد بن خليفة العطية يتواجد في هذه المشاركة المميزة مع انطلاقة وتحديات هذا الشعار. بينما المركز الخامس تتواجد العنود بتواجد علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري مشاركا في هذا المسار والتحدي. هذه الخمس المراكز الأولى لا تغيير عليها، ما زالت هي في هذا الانطلاق وبهذه المنافسة المميزة. نراقب ونتابع شعارات خلف دائرة النداء، لم يحن موعد قدومها ووصولها إلى المنافسة، ولكنها تترقب اللحظات الأخيرة في هذا المسار وبهذا التحدي الجميل مع هذه المنافسة المميزة. هناك الصدارة والتحدي مع انطلاقة وتحديات تواجد الوسمية بانطلاقتها المتواجدة، ثنائية جميلة تتنافس تغيراتها على مجرى هذا الشوط، تتبادل المركز الأول وسمية وتوزيع في انطلاق وتحدي جميل على الصدارة. شعار العطية والشعار هجن التحدي في منافسة من البداية في هذه الثنائية الجميلة التي تقودها توزيع وتتواجد بها. هناك وسمية على المركز الثاني، هجن التحدي مع توزيع على البداية. بينما وسمية ينطلق بهذا الشعار، علي بن حمد بن علي بن حمد العطية مشاركا في هذه المنافسة مع الوسمية التي تحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع القادمة، شعار الجريان بدأ يتحرك مع السعدية في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. يتواجد علي بن حمد بن خليفة العطية منطلق في هذا التحدي متواجدا في هذه المنافسة. بينما بالأسود قادم مع العنود، صاحبة الإنجازات، صاحبة الانطلاقات والتحديات الجميلة، يتواجد علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري العنود، تحمل الرقم 1 وتترقب اللحظات الأخيرة لكي تنتزع المقدمة وصدارة الشوط. بينما الداب على المركز الخامس يقدم لنا الزعفرانة، صالح بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب، ولكن شعار الشلفة في هذا الصباح وصل السندباد القطري، صالح بن حمد القمرة يتقدم بمشاركة وبتحديات الجازي كما حقق هنا شلفة مع المسك في هذا الصباح، يتقدم
مشاركا في هذه المنافسة بتواجد وتحديات الجازي بشعار السندباد القطري صالح بن حمد القمرة ومحمداني متابعا مراقبا لهذه المنافسة وهذا الشعار المميز. المركز الخامس وصل الكبار في هذا المسار، وصل الأنيق بتحديات لجة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند غادم بأول نداء مشاركا في هذه المنافسة بتحديات لجة على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء الكبيرة 1500 متر يا مضمرين هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن السيارة التي تنتظر عند خط النهاية في معركة الكبار في هذا المسار. السعدية والوسمية، العنود والجازي، وانطياقة وتحديات العنود، هناك خمسة أسماء تتنافس في موقع واحد من أجل المنافسة ومن أجل التحدي بقيادة هناك السعدية التي تنطلق مع البداية. شعار الجريان علي بن حمد بن خليفة العطية يتقدم يتسلل إلى الصدارة مباشرة في هذا التحدي وبهذا المسار المتميز بانطلاقة السعدية الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير. السعدية مع البداية والوسمية على المركز الثاني. العنود بدأت تتحرك في هذه المنافسة المميزة في هذا الانطلاق، بدأت تفرغ الصفوف. هذا التحدي بالأسود مع العنود، ولكن العطية مع انطلاقة الوسمية تسللت إلى البداية. علي بن حمد العطية ما زال صامدا في مقدمة هذا الشوط. العنود تتسلل تنطلق مع البداية بقيادة علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود تحمل الرقم واحد وتتواجد في الصدارة. السيارة يا بالأسود تنتظر في خط النهاية. العنود من هناك الوسمية أم السعدية؟ هول الجريان غادمين متواجدين في هذه المنافسة حاضرين، ولكن عنود بالأسود ما زالت غايدة. علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود المري مع البداية مع القيادة والريادة. السعدية غادمة، شعار الجريان يتقدم يتسلل باندفاعات السعدية. علي بن حمد بن خليفة العطية بانطلاقتي وتحديات السعدية. الوسمية على المركز الثاني علي بن حمد بن علي بن حمد العطية، ولكن السلامات مع أهالي الجريان تنتزع ناموس وتحقق الإنجاز. السعدية بشعار علي بن حمد بن خليفة العطية تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لعلي بن حمد بن خليفة العطية على فوز السعدية وتحقيق الإنجاز في المركز الثاني. جاءت الوسمية بشعار علي بن حمد العطية، بينما المركز الثالث وصلت خيرة لمحمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي. المركز الرابع وصلت العنود لعلي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود، بينما المركز الخامس الفريسة مع المركز الخامس عبد المحسن بن محمد بن حزام بن نديله المري. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا المنافسة والتحدي مع شعارات الكبار، فكان أهالي الجريانة حاضرين متوجين بناموس هذا الشوط. جاءت السعدية محققة ناموس هذا الشوط، 12 دقيقة 50 ثانية جزئين من الثانية. تهانية وناموس لعلي بن حمد بن خليفة العطية على فوز السعدية بناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاءت الوسمية بتوقيت زمني وقدم مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 51 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانية وناموس لعلي بن حمد بن علي بن حمد العطية على فوز الوسمية في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت خيرة بتوقيت زمني وقدر 12 دقيقة 53 ثانية بالوفاء والتمام. تهانية والناموس لمحمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي على فوز خيرة في المركز الثاني.